بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. إخلاء العمارات الصينية بقنفودة والجوارشة. طلاب القسم الداخلي بهون يعانون الويلات. مبادرة أينما كنت نصل إليك. أعلنت وزارة الصحة دخول 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد لمراكز العزل خلال 24 ساعة الماضية، فيما خرج 22 شخص بعد تعافيهم، وتوفي 9 مصابين في تلك المراكز خلال الفترة نفسها. وأكدت الوزارة وجود 102 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 55 في العناية الفائقة و47 بالأقسام. بقاعة التدريب التابعة لمفوضية الكشاف الجبل الأخضر بالبيضة فعاليات الدورة التدريبية في أساسيات التنفس الصناعي لأطباء مركز البيضة الطبي. هذا وتهدف الدورة إلى التعريف بأساسيات أجهزة التنفس الصناعي للأطباء من أقسام التخدير والباطنة والأطفال. كتير أنت السيداشن يزيدها، مثلا أنت واحد هو أردي هايبوتنسي، تلغي أنت السبتات كتون، تلغي السبتات كتون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور توفيق المرغني، دكتور طبيب عناية. احنا اليوم موجودين في مدينة البيضة، ان شاء الله نحاول ان احنا نعطوا دورة جهاز التنفس الصناعي، دورة جهاز التنفس الصناعي لأطباء العناية. هذه الدورة تعتبر دورة متقدمة الحمد لله، يعني ودرناها في أكثر من مكان، بحيث ان هي تأهل الأطباء وتخليهم بقدر أكثر من يعني تكلي قدر تعلم تنفس صناعي وجهاز التنفس الصناعي، بحيث انهم يكونوا في مستوى اعلى، يكونوا مستوى حرفي اكثر في التعامل مع جهاز التنفس الصناعي، بحيث ان معظم الاطباء ما يعرفوش يتعاملوا جيدا مع جهاز التنفس الصناعي نتيجه قله معرفتهم بالجهاز التنفس الصناعي، قله معرفتهم بشن الفوائد الموجوده والايجابيات الموجوده في جهاز التنفس الصناعي، وقله معرفتهم بالجوانب السيئه اللي ممكن يسببها التنفس الصناعي للمريض. فبذلك احنا اليوم جينا باش احنا نعطوا الحاجات هذه والاساسيات جهاز التنفس الصناعي للاطباء، بحيث انهم يكونوا اكثر قدره لسلامه المريض، اكثر قدره بالتعامل مع جهاز التنفس الصناعي، بحيث انهم يتعاملوا معه بطريقه جيده، بحيث تكون في سلامه للمريض اكثر واكثر، في سلامه للمريض، بحيث يعني زي ما تقول المريض اللي يخش على جهاز التنفس الصناعي يكون في طبيب مؤهل انه هو كيف يتعامل، يخلي العلاقه ما بين جهاز التنفس الصناعي والمريض علاقه جيده وليست علاقه سيئه. وان شاء الله نكون وصلنا الفكره، وصلنا المعلومه الجيده، وصلنا التدريب الجيد باذن الله للاطباء، ويكونوا يعني في دورات اكثر واكثر للاطباء، لان محتاجينها احنا في الوسط الطبي ومستشفيات الطبيه، سواء كان في الجهه الغربيه او في الجهه الشرقيه او في الجهه الوسطى، محتاجين جدا لمثل هذه الدورات. يعني في نقص شديد في المعلومات الخاصه بجهاز التنفس الصناعي وعند دكاتره الاطباء العنايه، والله دكاتره اطباء اللي هم الاطباء التخدير. ان شاء الله نكون وصلنا الرساله، وان شاء الله يكون في الاستفاده جيده جدا ان شاء الله. بناء على شكوى مقدمة من أهالي منطقتي قنفودة والجوارشة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز البحث الجنائي بخصوص قطع مياه الشرب وإفساد المضخات التي تغذي المنطقتين وسرقة كوابل الكهرباء ورافعات الحديد الخاصة بالشركة الصينية، قامت الغرفة المشتركة بإخلاء العمارات الصينية التي كان يتواجد بها بعض المواطنين بشكل غير قانوني، كما حذرت الغرفة الأمنية من محاولة الاقتراب من ممتلكات الدولة، وأن أي عمل خارج عن إطار القانون سيتم محاسبته.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا محمد العزومي من مدينة بنغازي. محمد مرحبتين بك، يا ريت تحدثنا عن أسباب تواجد هذه العائلات داخل هذه المناطق التي لم يتم استكمال بنائها بسبب الأحداث أكيد في ليبيا من سنة 2011. أهلا وسهلا بك. طبعا الشكوى جاءت بناء على المجلس المحلي لمنطقتي القفودة والغوارشة والتي تقبع فيها عمارات الشركة الصينية التي لم تستكمل بعد منذ عام 2011. جاءت بناء على أعمال تخريبية قام بها بعض الخارجين عن القانون والذين قاموا بقطع مضخات المياه وأيضا قطع كوابل الكهرباء وإسقاط الأبراج التي كانت تبنى بها تلك العمارات. وجاءت هذه الشكوى إلى وكيل وزارة الداخلية وإلى القيادة العامة. فورا القيادة العامة قامت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارة الداخلية ومن أفراد ومن بعض الكتائب القوات المسلحة على وهي الجيش باقتحام هذه العمارات وبإخراج بعض المخربين وبعض المفسدين، والذين وجدت الداخلية أن بعض الذين قاموا بهذه الأعمال هم مطالبين ولديهم قضايا كثيرة منها قضايا جنائية وتم القبض عليهم. حقيقة الأمر أن القوى المشتركة عندما دخلت إلى تلك العمارات لم تجد فيها عائلات ولم تجد فيها أطفال كما يدعون وكما روجت بعض الصفحات وبعض الإشاعات، ولكن وجدنا لها الكثير من المطالبين للعدالة. وجدنا بها بعض الذين يقومون بسرقة الكوابل الكهرباء وأيضا رفيعات الحديد التي محمد عفوا بس نفهم منك إن ما كانش في عائلات متواجدة في العمارات هذه. لا يوجد عائلات. دخلت عدسة ليبيا تي في كما هو موضح في الشاشة، لا يوجد أي عائلات. وجدنا بعض المحاربين والمطالبين والمطلوبين لدى العدالة، وقام أيضا البحث الجنائي بوقف هؤلاء الأشخاص والذين كانت لديهم قضايا جنائية وغيرها من القضايا الأخرى. وأيضا قامت أيضا الشرطة العسكرية ببعض وإيقاف بعض الذين يرتدون أبنية العسكرية يدعون أنهم من أفراد القوات المسلحة، تم إيقافهم بشكل رسمي وشكل قانوني من قبل الجهات العسكرية والجهات الشرطية. طيب كيف تمت عملية الإخلاء؟ يعني هل واجهت الغرفة الأمنية أي مقاومة؟ لا توجد اي مقاومه، لان انت تعلمين القوه الامنيه المشتركه كان تعدادها كبير جدا، مشكله من الشرطه العسكريه والاستخبارات العسكريه والكتائب المسلحه وايضا اجهزه الداخليه، هي من قامت باخراج الكثير من العائلات. وايضا وجدنا الذين ليس لديهم جنسيه ليبيه من العماله الافريقيه والمصريه وغيرها من الجنسيات الاخرى، ايضا تم التعامل معها عن طريق جهات الهجره غير شرعيه وتم ضبطهم واحضارهم الى المقرات التابعه للدوله واستكمال التحقيقات معهم واخراجهم بالكامل. وقامت ايضا وزاره الداخليه وايضا اجهزه الكتائب المسلحه الاخرى باغلاق كل المنافذ التي تدخل عن طريقها للشركه الصينيه بسواد الترابيه، وايضا بناء بعض استكمال بعض السور الذي يحيط بالشركه لكي لا يتم الدخول من جديد. وهذه المنازل او هذه العمارات هي وزعت اصلا في الاساس في عام 2003 لاعطاء اصابات لبعض المواطنين، ولا زالت مكتوبه ومسجله من المواطنين في الدوله في ذلك الوقت. محمد خليني نسألك، هل العائلات اللي تواجدت داخل هذه الأحياء السكنية هل لديها إجراءات من الدولة تمنحها حق السكن في هذه المناطق؟ أنا نوهتك سابقا أنه لا توجد عائلات، وجدنا الكثير، بس توا قلت لي في مهاجرين غير شرعيين ما إلى ذلك، يعني مش بس خارجين عن القانون. كلهم من 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 فئه الرجال والشباب وليسوا من العائلات، يعني وجدنا العماله الافريقيه وجدنا العماله المصريه وغيرهم يقطنون في تلك العمارات، وهي اصلا عمارات عباره عن لم يتم استكمال بنائها هو عباره عن بني مهجور، وفي 2015 والى 2017 كانت ساحه معركه، يعني لا زالت حتى رائحه الدم ورائحه الالغام والبارود وغيرها لا زالت متواجده في تلك المنطقه. نعم، مراسلنا محمد العزومي من مدينة بنغازي نشكرك جزيل الشكر.
مشاهدينا فاصل قصير ونتابع معكم حلقة هنا ليبيا. في تصريح خاص لبرنامجنا قال مراقب الاقتصاد بمدينة سرت حسن عون الله عن أزمة الدقيق وتأثيرها خلال هذه الفترة على سعر الخبز أنه هناك مساعي جادة للسيطرة على هذه الأزمة وأن هذه الأزمة هي أزمة مؤقتة. طبعا نتطرق للإشكالية أو الأزمة الخاصة بالدقيق للمخابز. طبعا بلدية سرت أصبح فيها سعر الدقيق في السوق الموازي نظر لأن موازة الأسعار ما توفرش في دقيق للمخابز طبعا كله عن طريق تجار الجملة وجملة الجملة. طبعا سرت مدينة أو بلدية موردة للدقيق من البلديات المجاورة. أصبح سعر الدقيق الآن سعر الجملة واصل لبلدية سرت في حدود 285 دينار. هذا ما اضطر أن السبب أزمة في رغيف الخبز داخل البلدية. في مخابز أقفلت أبوابها نظرا لعدم قدرتها الإنتاجية على بالسعر الموجود الحالي، وفي مخابز عندها كمية من الدقيق بالسعر السابق ما زالت مستمرة في عملها. ونقول إن شاء الله يعني الإشكالية أو الأزمة أزمة وقتية. في اجتماعات متواصلة بين الاقتصاد والنقابة والأستاذ مختار عميد البلدية، واتصلنا بوزارة الاقتصاد تواصلنا معهم بتواصل بشكل مستمر وبالنقابة العامة وعميد البلدية كذلك بالجهات ذات الاختصاص. نقول إن شاء الله في خلال فترة قصيرة جدا حتى نحل أزمة الدقيق، وفي خطوات إيجابية في هذا السياق. ونقول إن شاء الله ما إشكالية وقتية جدا يعني مش حتى عدة 3-4 أيام يعني بالكثير إن شاء الله وربي يوم الأحد أو السبت القادم حتى يرجع الدقيق لسابق سعره وترجع عمل المخابز بكامل قوتها الإنتاجية بإذن الله تعالى. مشاهدينا ما سنشاهده الآن يعد كارثة حقيقية يستوجب مسألة الجهات المسؤولة عليها. ففي الوقت الذي ترتقي فيه الدول بالعلم والمتعلمين ودعم كل مرافق الجامعات نجد أن مؤسساتنا التعليمية تعاني من عدم الاهتمام الكامل بها. فقد رصدت عدسة برنامجنا هذه المعاناة بالقسم الداخلي لكلية التقنية الهندسية بهون، فلنشاهد معا. في دولة أنفقت المليارات من الدنانير في مجال التنمية وتطوير البنية التحتية حسب ما صرحت به وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية عبر موقعها الرسمي، ها هم طلبة الكليات بالجفرة وتحديدا بالقسم الداخلي لكلية التقنية الهندسية بهون يعانون ويلات تهالك هذا المسكن. دورات للمياه تهالكت لكونها كانت من المفترض أن تكون مؤقتة وذلك منذ عام 1976 أثناء تأسيسها. عدسة WTV رصدت معاناة الطلبة داخل القسم وما يعانونه من ويلات بالرغم من أن إدارة الكلية أكدت لقناتنا في تصريحات سابقة أنها أحالت كل المطالبات إلى وزارة التعليم التقني ولم تجد إلى الآن ردود فعل على أرض الواقع لإصلاح الوضع ورفع المعاناة عن الطلبة. ها هو أحد الطلبة من الكلية ينقل لنا ما يعانيه عموم الطلبة بداخلها. طالع الطلاب في قسم الداخلي هون وتشبح في الحمام حشاكل الحمام الحمامات والصرف حتى الباب نتاع القسم البراني مسكرين قصدي ننقز نقود مش منظر طالب اني انا ننقز جاي من 300 كيلو 400 كيلو جاي اني بننقز قسم داخلي حتى الدكتور يشوفني اني بننقز ياخذ علي فكره ما هيش كويسه والحمامات وحتى من التطيب الطيب وفصل حجرنا لا مطعم لا حاجة كافيتيريا تعطينا لا ناخده منها لا والحمامات وشوفت عينك شفت الحمامات كيف نعاملوا فيها وكيف نخشولها ومشينا كلها لا مية صاخنة لا فيها حتى حاجة. معاناة استمرت لسنوات مع إغلاق للمطعم الخاص بالطلبة داخل الكلية بحجة عدم توفر الميزانيات السنوية التي تتيح للطلبة أن تكون لهم تغذية صحية بعيدة عن إشعال النيران داخل هذه الحجر الخشبية المهددة بالاحتراق في أي وقت، وأن حدث ذلك فإنه ستكون هنالك كارثة كبيرة يفقد الكثير حياتهم جراء ذلك لا قدر الله. لقناة WTV الزبير العربي بلدية الجفرة.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبد الرحمن عتيق وحاد، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالكلية. مرحبتين بك سيد عبد الرحمن. بداية، لماذا وصل الحال داخل هذا المقر بهذا الشكل؟ وهل خاطبتم فيما سبق الجهات المسؤولة؟ والله الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر هذا البرنامج وهذه الإذاعة القيمة، هذه القناة النقل لصوت الحق. طبعا احنا الكليه هي انشئت من 1976 بالقسم الداخلي. القسم الداخلي يحوي 126 غرفه و18 مدرسه، يعني حوالي 400 طالب. القسم الداخلي جتنا كم لجنه، اخر صيانه ليه كانت في 2004. بعدها جتنا لجان تجي وتمشي، لجان اخر لجنه جت من طرابلس، زارنا حتى مدير اداره الشؤون الفنيه من وزاره التعليم التقني والفني. قبلها لجان ومقايسات أعمال مهندسين وقياسات على الطبيعة. الحقيقة يعني أن بعض الظنات اللي نشك، يعني تقول مقايسات هذه ووعود ومستخلصات تطلع وعندكم مبلغ مخصص وما نشوف شيء. يعني تشك، يعني لا استغرب منظومة الفساد كما لا يخفى عليك أختي أنها مستشرية في ليبيا. ولكن من يقول للأسد فما كبخرة. الحقيقة يعني احنا حرنا دخنا، يعني لجان جت حوالي السنة الماضية لجنة من بنغازي، جت ولجنة من طرابلس، وأخرها مدير إدارة الشؤون الفنية التقنية الفنية بالوزارة بعينه معه فريق فني. الحقيقة والقسم الداخلي يعني يحوي طلبة كلية جامعة الجفرة كلها، يعني الصراحة رابط للليبيين من جميع المناطق، يربط الليبيين من جميع المناطق. جامعة الجفر في البداية أبدت استعدادها وبعثت فريق فني وقاموا بأخذ المقايسات والإجراءات، ولكن دون جدوى، ما شرينا شيء، ما فيش تعاون، ما فيش استعداد، لكن الحقيقة ما فيش، شنو اللي وقفه من شعب؟ الفلوس يقول لك فيه، ولكن يعني الأمر الحقيقة محير، وكما قال تقريركم كارثية، الحالة كارثية بمعنى الكارثة. احنا نسأل الله أن ما فيش مرض تفشي ربك. يعني الصور هذه اللي شفتوها في التقرير يعني شيء يرتده الجبين. طيب لماذا لم يوقف استقبال طلبة الداخلي عن استخدام هذا المكان الذي يهدد سلامتهم، يعني باعتبار أنه هو خالي من أي إجراءات السلامة وغير صالحة للاستخدام نهائيا؟ احنا والله لما نستقبل فيهم يبدو في استعدادهم الطلبة بالمجهود التافه، أولياء أمرهم والله يديروا في صيانات بروحهم لبعض الحمامات، لما يكون على الاقل كل لاين حمامه، على الاقل هم يستعملوا في حمام بيعد ل 10 لاين، ل 10 مربعات ما تنسكي، يكون في حمام واحد، لكن ما في صيانه عامه، لكن الطلبه بيسكنوا، يعني واحد يجيك من القطرون حدود الجنوب، واحد يجي من الشرق، واحد ما تقدرش. نعم. في اللي يسكن في حدود تونس ما نقدرش نرد يعني. هذه الظروف يعني ويقول لك انا نبدا استعدادي، برغم احنا والله بعض المواطنين وبعض رجالات الاعمال ابدوا استعدادهم، لكن العمليه طالت من 2004 الى الان، يعني صيانات قزنيه. لما يقول لي نبي نسكن في الصيانه الحسابي، تفضل الحقيقه يعني نديروا ما كيف يقعد، يعني سخانه يصلح لو ندينه واحد، يعني طالب يبي يقرا يبي سكن، انت عارف السكن اهم شيء للمسكن. هذا بالاضافه احنا راهو عندنا حتى 90 مسكن وظيفي يحتاج الى صيانه. استضفنا حتى في عائلات ايام النازحه. حقه بدا اختراقا من خارجين القانون، تو الان مخترق، عن في ما لهمش علاقه بالكليه، لكن احنا يلا نقولوا هاي. نعم. زي ما يقول المثل الشعبي، يشبه البلغه نجيك الرحيه. والحقيقه احنا من باب الاحسان للناس، من باب استقبالهم، ما نقدرش نرد طالب. رغم ان الطلبه يعني 50% تو من خارج الكليه حقيقه. نعم. سيد عبد الرحمن، غير أزمة الداخلي، ما هي أهم المشاكل اللي قاعدة تواجه في الكلية؟ والله أكبر مشكلة هي المرتبات، يعني الكليات كلها زادوها 70% من أعضاء التدريس، ما زادوناش. الموظفين قانون 4 بيفعلوه كذا، مرتبات يعني حقيقة يعني تقدرش تكلف حتى موظف يجي في العشية إضافة كذا. العمالة ما عادش فيه. العماله يعني كان 24 عامل تو 3 عمال. بتجيب عمال ما فيش سيوله، ما فيش ميزانيات. كنا في الباب الواحد اعطوا فينا 100 واش، تو 13 16 ألف.
يعني نشرين ورق قرطاسية ولا نشرين خلاطات مياه أكرمكم الله للحمامات، يعني في أمور يعني الأمور شايفة مجتمع. نعم. سيد عبد الرحمن عتيق وحاد، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالكلية، كنت معنا من مدينة هون، لك جزيل الشكر. انطلقت فعاليات حفل مبادرة مهنتك مستقبلك للتدريب وتأهيل على مستوى ليبيا، والتي تحمل شعار أينما كنت نصل إليك، حيث تشمل تسيير شاحنات بها مراكز تدريب متنقلة تجوب البلديات والقرى البعيدة من أجل إقامة دورات تدريبية للباحثين عن عمل. انطلقت فعاليات حفل مبادرة مهنتك مستقبلك للتدريب والتأهيل على مستوى ليبيا، وذلك تحت شعار أينما كنت نصل إليك، حيث تم افتتاح هذا المشروع والذي تشرف عليه وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، حيث حضر هذه الافتتاحية وزير العمل والحكم المحلي وعدد من الوكلاء والمسؤولين بالوزارات. هذا في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك أطلقتها وزارة العمل بموافقة الحكومة الوطنية. الهدف منها هي إيصال التدريب أينما كنت، وخاصة في المناطق البعيدة عن المدن. طبعا الهدف هذه من المبادرة هي إيصال التدريب إلى المناطق المتنامية الأطراف لغرض تدريب الباحثين عن العمل من الجنسين إناث وذكور في عدة مهن يتطلبها سوق العمل. هذه المبادرة والتي تشمل تسيير شاحنات بها مراكز تدريب متنقلة ستجوب البلديات والقرى البعيدة عن العاصمة لإقامة عدد من الدورات التدريبية للباحثين عن العمل، وخصوصا في المناطق الغربية والجنوبية. هذه المبادرة تفيد الباحثات عن عمل لفئة المرأة، مشاركة في عدة من الدورات، منها دورات الحياكة ودورات حفظ الأغذية، وكذلك الدورات اللي تشارك فيها المرأة عديدة، كذلك في صيانة الموبايل. وهذه بالنسبة لنا احنا مبادرة كويسة، لأن فيها إدخال المرأة لسوق العمل، وأنا كمديرة مكتب دعم وتمكين المرأة ندعم هذه المبادرة. تهدف المبادرة إلى تدريب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل والمساهمة في التنمية المكانية في المناطق البعيدة، وخلق فرص عمل مختلفة ومتنوعة للشباب بمختلف المهن الحرفية. عز الدين بالعوينات، WTV طرابلس. اجتمع عميد بلدية البريغا مع أعضاء البلدية لمناقشة تأخر تنفيذ مشروع الطريق المزدوج بين بلدية البريغا وجدابية. هذا وتم خلال الاجتماع عرض المشاكل التي تواجه الشركة المنفذة. بناء على دعوة كريمة من الأستاذ عميد بلدية البريغا ومجلس حكماء والأعيان، مورد في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بخصوص تأخر في تنفيذ مشروع طريق ازدواج جدابية البريغا. اجتمعنا اليوم وكان بحضور الحكماء والأعيان، وكان الهدف من الاجتماع تذليل العوائق والصعاب اللي موجودة قدام الشركة المنفذة، وتبيان بعض المشاكل اللي حاتها في تنفيذ الطريق وكيفية التغلب عليها. واتفقنا على تكوين لجنة متابعة سير المشروع وتذليل الصعاب. حقيقة الحكماء وأستاذ مفتاح اللي هو عميد البلدية ما يعني أبدوا استعدادهم التام، والاجتماع معنا وتذليل كافة الصعاب والمعوقات، وبالتالي دفع المشروع قدما. مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا. دمتم في رعاية الله.